السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن أبو جبل والمعجبة بيه، طبعا لارا البنت الصغيرة اللي بعتت رسالة لأبو جبل، وأبو جبل رد عليها وإن هي بتحب أبو جبل جدا 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 وبتشجعه، وهو رد عليها وهو سعيد ومبسوط جدا. وطبعا دي حاجة بتفرح أي بني آدم إنه يكون ليه معجبين من الأطفال الصغيرين اللي هم أصلا يعني كلهم براءة وكلهم طفولة جميلة جدا جدا جدا. فالرسالة دي أسعدت أبو جبل، وكمان لما رد على الطفلة دي فهو أسعدها جدا جدا جدا، فأكيد ربنا هيدخل عليه السرور بإذن الله تعالى، ونتمنى له التوفيق، ونتمنى الطفلة الصغيرة دي التوفيق. لارا عاملة إيه يا لارا؟ كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، وبجد مبسوط إن أنا شفتك وسمعت صوتك، وميرسي على المسج الجميل اللي أنت بعتهولي. ربنا يخليكي، باي. هاي يا ابو جبل، انا مبسوطة جدا بالمسج بتاعتك وانا دايما بشجعك. هاي يا ابو جبل، انا مبسوطة جدا بالمسج بتاعتك وانا دايما بشجعك. توفيق يا رب العالمين، ونشوف حضراتكم يا رب على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.